المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم مؤسس دي واي تي دبي يوث ديرة يوث ديرة يوث تريدي مستر محمد شريف قائد. نعم، أهلا وسهلا فيك، نورت البرنامج. أهلا بك. أنا محمد شريف قائد من شركة شباب ديرة والديرة يوث تريدي. نحن فتحنا هذا المجال من سنة 2000 ما شاء الله. نعم، بالزينة السيارات، بالقطع غيار السيارات بالديرة دبي. طبعا حابين نتعرف عن الخدمات والمنتجات اليوم اللي بتقدموها في السوق الإمارات. نعم، نحن الشغل اللي هو المهم، بدأ المهم عندنا شاشات سيارات الأندرويد، سيارات الخاص، سيارات العمومي، وعندنا المصنع تبع فرش ارضيات وتلابيس كراسي، وبعد اكثر شيء هو الكماليات سيارات بالجمله، وعندنا الفروع بالشارع المسلح النايف دبي ديره يعني، وفي عندنا مصنع بالقوز بالمنطقه القوز، مصنع تبع فرش ارضيات هناك، في عندنا سيرفيس سنتر خدمات السيارات. ما شاء الله، طبعا خدمات متنوعة ومتعددة اليوم في دي واي تي. اليوم التميز والمنافسة، نعم، شرسة وشرسة جدا في جميع مجالات ونطاقات العمل. شو اللي بيميزكم يعني؟ الشعار الشركة عندنا هو شعار الخام كواليتي وتكنولوجي، نيو تكنولوجي، بعد في ضمان سنتين ما شاء الله. حسب البراند، عندنا براندات الخاص تبعنا ريجستر من داخل دولة الإمارات المتحدة، براندات الرويال، براند الوينكر، براند فلاي دي واي تي، براند التسوس، براند الصانع، هذه كلهم ماركات نحن ريجستر بدولة الإمارات. وبعد هذا المجال نحن من سنة 2000 يعني 24 سنة موجودين بهذا المجال. وبعد تعامل مع زبون، تعامل مع زباين يعني، وبعد شغال مع زبايني بطريقة الأخوية أكيد، واعتماد بين الزبون وبين الشركة جدا يعني مهم عندنا بالشركة. طبعا حابين أيضا نتعرف عن الرؤية والهدف للسنوات الجاية. والله رؤيتنا رؤية الشركة يعني شركة دوايتي، يعني دعم الشركة والمصنع الإماراتية لبداء المنتجات داخل الإمارات يعني، ونحن يعني كل سيارة بالمعارض بيع خلي منتجات الدي واي تي موجود بالسيارة يعني، أرض فرش وتلابيس، وإن شاء الله إن شاء الله الشركات الإماراتية بدعمنا عشان نحن موجودين بإمارات وإنتاج ومصنع بالإمارات وكل شيء، حال يعني اسم إمارات والبداء داخل الإمارات. ونحن رحنا يعني كل شيء صنع داخل الإمارات يعني، هذا البلد أمن وأمان وبلد الخير، هذا رؤيتنا، هذا هو المهم. طبعا حضرتك ذكرت الأمن والأمان عامل مهم جدا في جميع الاستثمار ولجميع المستثمرين. كيف اليوم ممكن الأمن والأمان يساعد على استقرار السوق؟ والله أول شيء هو شكرا للشيوخ، هو المهم أكيد. الشيوخ، جميع الشيوخ لكل الإمارات يعني، رئيس الدولة وبعد الشيخ محمد بن راشد، هو يعني فتح طريق حقنا يعني، فتح طريق من 24 سنة نحن موجودين، من 24 سنة هو اللي فتح، هو تعلمنا من هذا الشغل كيف بالأمن وأمان، اقتصاد قوي، والحمد لله يعني هو المهم جدا. اكيد طبعا اليوم ايضا من طاقم عمل البرنامج بحب نوجه رساله شكر لجميع شيوخ وحكام دوله الامارات اليوم. نشكرك ايضا على ظهورك معنا في البرنامج، وقبل الختام خبرنا على كيفيه الوصول والتواصل مع دي واي تي. والله بالدي واي تي سهل جدا يعني، بكل السوشيال ميديا يعني www.dytgroups.com، وفي بالامازون، في نون، في السوشيال ميديا
فيسبوك بنفس الاسم، وبعد سجل اي شيء بال dyt@dayrayouth.com وصل معنا بالواتساب بكل المجالات، بكل المجالات كان يعني وصل، يعني شيء عادي. نعم طبعا اعزائي المشاهدين جميع ارقام التواصل ووسائل التواصل ايضا سوف تظهر اسفل الشاشه. شكرا مره اخرى استاذ محمد على ظهورك معنا اليوم. شكرا لك، شكرا لك ووقتك معنا بشبابتك. الى هنا اعزائي المشاهدين من حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز والمميز جدا، تابعونا كل جمعتين وسبت على قناتكم ABC الخليجيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا.